سعادة السفير، أهمية أن يكون هناك صوت عربي واحد وتكتل عربي واحد مهم جدا، يعني عالميا أو دوليا العالم يتابع أيضا ما هو الموقف العربي وكيف سيتضامن مع القضية الفلسطينية. هناك دائما حديث عن فتح أفاق لحلول سياسية، لأنه القضية بشكل أساسي ترتكز على فكرة حل الدولتين. إلى أي مدى يمكن التأكيد على هذا الحل، حل الدولتين في هذه القمة، وخصوصا أنه في تاريخ القمم العربية هناك مبادرة السلام العربية، يعني هناك مبادرة تبنتها كل القمم العربية السابقة، التركيز على الجوهر الصراع وهو حل الدولتين، كيف يمكن تقديم هذه الرسالة من خلال قمة الرياض غدا؟ كما أشرت في حديثي أن هناك رؤية مصرية أعتقد هي التي ستكون محل نظر، وأعتقد ستكون محل توافق إن لم يكن موافقة وليست مجرد توافق عليها. هذه الرؤية أو هذه الخريطة الطريق كما أشرت كانت في مؤتمر القمة الإقليمي والدولي للسلام الذي دعت إليه القاهرة، وله أربع محاور. محور يتعلق بوقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، تسوية المشاكل الخاصة بالرهائن وخلافه، ثم محور يتعلق بحل الدولتين، وربما يضاف في هذه القمة موضوع إعادة الإعمار والبناء. إذن حل الدولتين أعتقد يعني هناك تقريبا إجماع إقليمي ودولي سواء من الدول العربية أو غير العربية بما فيها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المتضامنة معها في هذا الأمر. فحل الدولتين لا خلاف عليه، ولكن هناك بالقطع مخططات نحن نلمسها في محاولة من جانب إسرائيل بصفة خاصة، سواء فيما قامت به من إجراءات في الضفة الغربية على مدى عقود، وأيضا العملية الخاصة بغزة من شأنها محاولة تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي القضاء على حل الدولتين. واقع الأمر أود أن أشير طبعا إلى أن ما قامت به إسرائيل في الضفة الغربية على مدى عقود هو نوع من إرهاب الدولة، لأن بناء المستوطنات على سبيل المثال، تهويد القدس، التمييز العنصري، الفصل العنصري، نزع الممتلكات، هدم البيوت، طرد السكان، القبض، الاعتقالات، حتى من جانب أطفال وقتل أطفال وأبرياء، كل هذه تدخل في إطار إرهاب الدولة. فإذا كانت حماس يعني متهمة بالإرهاب، فإسرائيل أيضا متهمة بإرهاب الدولة. وأنا أعتقد في هذا الإطار في القمة سيكون هناك رؤية، وأيضا من خلال الزيارة التي يقوم بها أمير دولة قطر ومعه حماس ومعه هنية وخالد مشعل، أعتقد سيكون هناك لقاء وتنظيم ولقاءات مع منظمة التحرير الفلسطينية ربما قبيل القمة حتى تنتفي صفة الإرهاب عن حماس، وتكون هناك نوع من المصالحة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة على تفويت أي فرصة على محاولة إسرائيل وربما بشكل غير معلن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول على تصفية القضية الفلسطينية بدعوى أن حماس إرهابية وتمارس الإرهاب، وأن ما جرى في هذا الصدد كان في هذا الإطار، وإنما يجب أن يكون ننظر إليها في إطار أنها مقاومة مشروعة ضد دولة احتلال. أنا أعتقد أن القمة العربية بتنعقد عليها الأمال بشكل كبير في اتخاذ خطوات جادة وبناءة نحو وضع خريطة طريق تقوم على أساس وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومستمر، حل القضايا العالقة في نفس الوقت سواء كانت الرهائن أو الأسرى أو غيرهم، ثم النظر في عقد مؤتمر للسلام يتعلق بإقامة الدولتين وإعادة البناء والإعمار، كل هذا في إطار فترة زمنية يتم التوافق عليها حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت وكسب الوقت بوقف إطلاق النار وحل المشاكل العالقة والأوضاع الإنسانية، ويبدأ الحديث عن ما بعد غزة.